EFM صباح النور مع سامي بن نور. صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية. بداية أسبوع موفقة لكم الكل. يوم الاثنين طول 10:13 تفكيرنا يذهب إلى سوريا وتركيا، حيث في حدود الساعة 4:15 ضرب زلزال هو الأقوى منذ ربما عشرات السنين المنطقة هذه، بتقريبا قياس سلم ريشتر هو 7.4 ولا 7.5 تقريبا، ومئات الضحايا اليوم في تركيا وفي سوريا. إن شاء الله ربي يلطف بهم، إن شاء الله ربي يرحم الناس الضحايا. الزلزال هذا هو الأعنف كما قلنا منذ تقريبا 1899، يعني قوة الزلزال هذا خلى للتوى معناها وما زالت البحث على المفقودين والأنقاذ اللي حاولوا أنهم يمنعوا أكثر ناس ممكن، يعني إن شاء الله رب يرحمهم وكل تعزينا وكذلك كل الإحساس بالناس اللي في حاجة صعبة. مرحبا سي مختار. مرحبا، أهلا وسهلا. هي الجهة هذيك معروفة راهو تركيا هي. إيران على حرف سيركل دو فو، معرضة أكثر للزلزال، على السيركل دو فو، السيركل دو فو فهمتني. وجات زلازل قوية مش من 1899، بعدها حتى في معناتها حسب نعرف أنه هذا الأقوى منذ يمكن وقت. يمكن هذا 7، ولكن جاو 7. أما في حاجة تركيا يجيو فيها برشا زلازل هي وإيران. وي يلا نمشيو لإيديتو اليوم. إيديتو بصوت سي مختار الرصاع. إيديتو مختار الرصاع. أنا كنت نتمنى أنه الحكومة هذه منذ توليها المسؤولية تهتم بالمشاريع المعطلة، لأنه العديد من المشاريع في 2016-2022 وقع رصد مشاريع الدولة المعطلة، الدولة وحتى المشاريع الخاصة زادة معطلة. فهمتني، بعد كل المشاريع المعطلة وقع معتها تخمام في رصد 5 مليارات أورو بطاقة تشغيل 50,000 موطن شغل. كانوا هذوما المشاريع المعطلة حاجة مهمة خدم عليهم هو السيد سمير سعيد، ويقول انه فتنه معناتها من جمله الحاجات قاعد يعمل على 12 اجراء من جمله 42 معناتها العاجله للنهوض بالاقتصاد، منهم ذي حكايه الفصل 96 اللي معطل فتنه الناس، تولي مع كل واحد يولي خايف ما عادش ينجم ياخذ مسؤوليه في مشروع ولا في حاجه ولا في حاجه، قانون الصفقات العموميه فهمتني، غياب البرمجه والتخطيط. هنا نحب نعرف، انت تعرف ساعة اللي نحب نقوله انه المؤسسات اللي افلست 3800 مؤسسة بين 21 و 22، بين 2021 و 2022 3800 مؤسسة افلست. بون فما حكاية كوفيد. اما فما حاجات اخرى زادة، فما اسباب عميقة اخرى. 140,000 مؤسسة اغلقت ابوابها من 2011 لليوم، شيء مهول هذا. إنورم. نجموا نختلفوا في السياسة، نجموا فتنا ما نتفهموش فتنا في، لكن كل حاجة في طريقة. الأمور الحياتية الاقتصاد يجب يكون ماشي طبعا. ما كانش على شنو باش نتعاركوا، صحيح احنا نتعاركوا على كل خبزك فاش نقسموها هكا ولا لا معناتها بين المواطنين والعباد والسياسيين والناس كل الحوكمة. إذا كان ما عاد فما شيء على شنو باش نتعاركوا، فهمت؟ هذا معناتها أنا نظن أنه من كانت من الأحسن أنه الخدمة نتاع الحكومة هذه في الفترة هذه الانتقالية تكون مركزة على هذا، تكون مركزة على هذه المشاريع المعطلة، لأنه فما برشا بؤس في جرة الحكايات هذه. مثال المشاريع المعطلة سي مختار مثلا شنو، يعني احنا نشوفه انه فما حاجات كملت برشا في
فيما يخص فتنلم عن الطاقة الذيك الفوتوفولتايك، فيما يخص منعرفش أنا فتنلم عن تقول أنت يعني الأفكار أو الحاجات اللي بدأ فيها شوية معناها نسبة من تحقيقها ولم تكتمل، البحث عن ممولين حاجتها كيا في تطوير ساعة تطوير التطوير الريغلومنتاسيون والتشريع، تسهيل الناس، تبسيط الإجراءات هذا المشكل الكبير. هذا المشكل الكبير. شنو هذا؟ هذا المشكل الكبير، لأنه التشريعات والقوانين اللي هي ساعات تقف قدام الاستثمار. هذاك أهم شيء، ويلزم حاجة أنا ما نفهمش أن وزير وإلا رئيس حكومة الإدارة العميقة نجم تعطله. الإنسان كيبدا عنده فتنة لما عنده عزيمة هو اللي يفرض عزيمته على الإدارة العميقة اللي ربما تجبد بالتوالي. شكرا لك سي مختار رسا، كان هذا إيديتو اليوم. بعد شوية نمشيو لي شنية الحكاية، ولكن قبل كل شيء هذا فاصل ونرجع لكم في صباح النور. أحلى راديو شنية الحكاية لليوم، زعم شنية الحكاية؟ الحكاية عندها علاقة بالتعليم. به اليوم نمشيو للمنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط اللي توجهت برسالة مفتوحة لوزير التربية. زعما شنو في الرسالة هذه؟ أكثر تفاصيل مع رئيسة المنظمة مدام ريم بالخضيري. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، مصباح الخير. مرحبا. دونك أنتم المنظمة الدولية لحماية الأطفال المتوسط، يقول قائل هالنقاط ذي اللي موجودة في هذه الرسالة تقريبا عددها 5، منها أنه الإعلان الفوري عن تحرير بطاقات الأعداد متاع التلامذة والتوصل للحلول مع المربين مش أنهم يأخذوا هالبطاقات هذه، قانون واضح وصريح يجرم استعمال التلاميذ كدروع بشرية، ثالثا نتوصل لحل مشكلة النيابات اللي أدارت بالتعليم، وبتبيع فيها عديد النقاط. هالنقطة هذه هو أساسا معناها سمحوني 3 نقاط، ولكن فيها نقاط بالنسبة لمشكل المعلمين والنيابات وغيره. فساعة أولا منظمتكم شو علاقتها بهالكونجنكتور هذية؟ يعني كل ما يحيط بالتعليم في تونس نعرف أنه قطاع حيوي ومهم بطبيعة الحال، واللي فيه برشا مشاكل، عديد الوزارات المتعاقبة ما نجمتش تحل هالملف هذية. اسكو لا ريكومونداسيون اليوم نتاع المجتمع المدني باش انه يقوم بخطوه باش يقدم هالنقاط هذيا، زعما قديش نسبه الحل في هالنقاط نتاعكم مدام؟ نشكركم على استضافه المنظمه الدوليه لحمايه الطفل المتوسط. باش نجاوبك بالسؤال بخاطر في الطرح نتاعك فما دو كيستيون. السؤال الاول، احنا شنو دخلنا في التعليم؟ هذا هو باش نحكي بالعاميه باش الناس كلها تنجم تفهمنا. مستقبل اولادنا، مستقبل بلادنا هو مستقبل اولادنا، نفس الشيء. دونك مستقبل تونس في الصغار ماهوش في الكبار، وفاو الكبار يحضروا حاجه اخرى للصغار. التعليم هو حتى الكبار نجموا يعيشوا مدام، الكبار نجموا يعيشوا عندهم امل مشاريع. مش الموضوع هذا، الموضوع نتاع التعليم. التعليم انت احنا نخلقوا طريق النجاح للصغار، سي نوتخو رول، سي نوتخو ترافاي، باش احنا نمهدي لهم المستقبل نتاعهم. المستقبل باش يكون بالتعليم اولا، ومن بعد يتفرع التعليم ولا ومن بعد يمشي التكوين المهني. احنا حضرنا قداش من مره، يعني حكينا دخلنا في الصراع هذه مع النقابات ومع وزاره التربيه، وكنا كل مره في جهه خاطر فما دي بون سونس سي. ما تنجمش انت تحت قره المعلم يبدا يكون معلم نائب عنده 10 سنين ما تعطيهش الغيبه والقيمه نتاعو والراحه النفسيه نتاعو، وهو ما نجمش يتواصل مع التلميذ وما نجمش يوصل الرساله النبيله اللي عنده. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، التعليم هو أساس الدول، هو أساس الرقي، والدول كلها تنفستي في التعليم. وشوف أنت الجامعات العالمية ديما يترصدوا الأوائل، علاش؟ خاطر حطوا برشا فلوس في التعليم وعندهم اقتناع خاص. فوالا، هذا سامحني مدام جوست جو كوب يعني شوية باش نتفاعل معاك. الحاجة ما نتصورش أنه العديد الناس اللي هما كانوا موجودين في الوزارة كان عندهم الأمل والإرادة وأنهم يحبوا يغيروا. مش نحكي على الوزارة، خليني نكمل سؤالي مدام وبعد جاوبني. جوست نكمل سؤالي. الحكومات، خليني نكمل سؤالي ممكن؟ تفضل. يعني فما وزراء كانوا موجودين وسياسة الدولة
في عديد الأوقات اللي سمعناها كان فما إرادة باش أنه التعليم يكون معناها عنده جودة. وبطبيعة الحال كانت ديما نستشهد بالتعليم العمومي في تونس وغيره، كانت فما بطبيعة الحال بعد الثورة عديد الانزلاقات، ولكن يقول لك الدولة تقول لك إذا كان أنا ما عنديش البيدجي اللازم كيفاش باش نحسن فيها جودة التعليم هذا؟ جست على الجانب المادي هذا بيجاوبني. بلا هو الجانب المادي اللي يحكم في الناس الكل في الوزارات الكل، ما فما خيارات ناخذوها بعين الاعتبار ونعرفوا لي أولوية الشعوب هي التعليم والصحة، هذه في الدول العالم الكل مش أكيد. احنا في تونس باش نقولوا عملوا ما عملوش هذيك وبقاه بنيه سيغ لو باسي سيني لا كيستيون. هوني احنا توا عندنا موضوع هام باش اللي احنا التعليم نتاعنا انهار في موت سريع للتعليم التونسي، ومقابله عندك التعليم الخاص اللي هو قاعد يعمل في تقدم شيء كبير، وبتو في نفس الدوله فما تعليم دو مع تعليم عمومي اللي انهار وتعليم خاص اللي قاعد يتطور في التغريبه، واللي فما والدول اخرى قاعده تنفستي في تونس، فما المعاهد الامريكيه، فما المعاهد ليزيكول بريتانيك، فما ليزيكول فرونسيز. معناها شوف انت تعليم ولا ان سوغ دانفستيسمون اللي احنا مازلنا ما عرفناش الفينانس هذه. باش نحكيو احنا على موضوعنا، علاش الرساله بعثناها لوزير التربيه؟ خاطر هذا هو اساس الحوار اللي احنا اقتنعنا الحكومات اللي تعدت الكل الوزير ما عندوش الباقيات ماشي كذا باش متفقين فيه هنا وياك. مي ثم سبل وقت تبدا عندك انت الاراده وعندك انت في مركز السلطه، انت عندك السلطه في يدك باش تبدل. احنا التبديل ما عندناش، احنا اللي يجي يقعد ما يعمل حتى شيء، وين نتحمل مسؤوليتك ليه؟ الزمن المدرسي مرهق للتلميذ، من الرابعه للسته التلميذ ما عادش يسمع حتى شيء، ما عادش يفهم شيء. المواد فما ديماتور اوبسوليت، ما عادش عندهم حتى قيمه في التعليم. الاكتفاء في الكلاس 45 تلميذ، حتى حد لازم تكون رمبو باش يعني مدام اي انا فهمتك. هذوما المشاكل صحيح هي مشاكل كبيره في التعليم العمومي، ولكن هل انتوما نتعداو للسؤال اخر ربما، هل انتوما كمنظمه اقترحتوا انكم تعملوا جلسه عمل تقعدوا مع الوزير؟ يعني خذوا بعين الاعتبار الاقتراح نتاعكم؟ لا ما خذوش بعين الاعتبار، خاطر الوزير عندنا الفكره في تونس المجتمع المدني جاي باش يغطي الاحتياجات الاوليه والاساسيه للمجتمع. علاش جاوب هكا؟ علاش جاوب هكا؟ منين جات الاجابه؟ يعني ما فماش اجابه من وزير التربيه؟ لا من تجربتنا اللي احنا الموضوع احنا عملنا زوج اقتراحات لوزاره التربيه بملمه، يعني معانا 60 استاذ ومعلم واثارات من التعليم، وخرجنا بروجرام بعثناه لوزاره التربيه. ها هو التعليم 2023 مشروع 2030 هو يعني صفر تجاوب. صفر تجاوب ما فماش تجاوب. احنا علاش ولينا نحطوا اون بوبليك الليتر نتاعنا؟ خاطر وقته اللي باش عندنا احنا 120,000 يغادروا المعاهد كل عام. عندنا الهجره السريه، احنا نخدموا عليها زي الهجره السريه، وقريب باش تخرج التقرير نتاعنا اللي عندنا الصغار اللي تخرج بين 9 و 17 عام. يمشي هذوكم يتبخروا، ما نعرفش عليهم يمشي ضحيه الاعضاء. انتوا المنظمه النقاط نتاعكم مدام النقاط نتاعكم مهمه، لان تجي في جوهر الموضوع هذايا، سورتو المشاكل اليوم اللي هي اللي يعيشوها التلامذه والاولياء من خلال حجب الاعداد وغيره، المربين النواب كذلك، اللي هي مشكله اساسيه. وبطبيعه الحال انتم تجي في العديد النقاط نتاعكم احترام الزمن المدرسي ومراجعته، البرامج التعليميه، الانقطاع وغيره. هذا هو. عندنا حاجه واحده ما تطرقناش لها اللي هي سبب الداء في تونس، لو كونسير دو لا سوسيتي، النقابات. وجاسيم وسيف جدي النقابات ماهيش في طرف التلميذ، في طرف الامور الشخصيه الماديه البحثه نتاعها. اش معناها؟ معناها انت كي باش تعمل اصلاح تربوي، تعمل مع المجتمع المدني، تعمل ان فوروم بوبليك، تعمل انت فوروم تونسي. ربما يكون عندك مدام يكون عندك نقد للطريقه نتاع التعامل نتاعهم كيفاش، ولكن زاد النقابات في عديد المرات اللي خرجوا فيها للاعلام يقول لك احنا زاد برشا مرات طالبنا بضروره اصلاح التعليم وبضروره الارتقاء بالتلميذ وضروره تسليط الضوء على مشاكله. سامحني، يبقى اعطيني انا برنامج
ما قدموش حتى برنامج، يحكي ما عطاوش حتى برنامج. هذا شكون؟ هذا جرام في حق الطفل، وفي القانون التونسي اي انسان هو خلق الضرر او الاذى بالضرر للتلميذ هذا عندي انا اجرام. يعني واضح مدام، شكرا ليك مدام. شكرا. مدام ريم، المشكل هذا وبطبيعة الحال السوجي اللي طرحتوه هو حاجه حيويه ومهمه في حياة التلميذ التونسي، اللي بطبيعة الحال نعرفه مليح أنه التلميذ التونسي شنو المعاناة هذه في السنوات الأخيرة من خلال عديد المشاكل الموجودة. وكما الاقتراح متاع المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، نتمنى أنه الناس ذوما المتدخلين الكل يقعدوا على طاولة حوار ويخرجوا ببرنامج لإصلاح التعليم وهيكلته مرة أخرى، لأنه نراه أنه التعليم التونسي وين انحدر. كنت هذه شنو الحكاية اليوم سأخير فايز صباح النور. يلا هذه ميديا ماك. ميديا ماك فيزا عرفاوي. ميديا ماك مع فيزا عرفاوي. عديد العناوين الوطنية الثانية تتصدر نسب المشاهدة. مش جديد. ماهوش جديد. نبداو كما قلت سامي بميديا ماك بسبر الاراء الشهر جون، في وين اظهرت نتائج شبر الاراء تصدر القناه الوطنيه الثانيه ترتيب اكثر القنوات مشاهده ب 23.8%، تليها الوطنيه الاولى ثم الحوار التونسي ونسمة، وفي المرتبه الخامسه نلقاو قناه حنبال. في قراءه للنتائج هذه الوطنيه الثانيه تحتل المرتبه الاولى بفضل الاعادات نتاع مسلسل خطاب على الباب وسلسله شوف لي حل. شنو رايك انت سامي؟ برشا مش كان ذوكم برشا مسلسلات أهم. اي الاعاده كانه انا منعرفش يعني انطباعي الخاص وراي الخاص انه العباد تحب ترجع لليبوك هذيك سامي اللي تفرجوا فيها في الخطاب على الباب، اهدى فيها روح التوانسه، فيها نوستالجيك التوانسه يعني فما حاجات الاوضاع خايبه، اي فما حاجات ميزت العديد العقود معناها في تونس، خاصة التسعينات والألفينيات الأولانيين معناها الأول الألفينيات، وعديد المسلسلات نعرفوا أنه اليوم شوف لي حال نعش يتعاود عنده 6-7-8 سنين شبانس نعش نسيت قداش، لأنه تلمو يوفى وعاود يتعاود مرة أخرى ولعبيت تتفرج فيه مرة أخرى حاجة. اي والمسلسلات التونسيه الخطاب على الباب ومنام تاع روسيه وعديد المسلسلات الاخرى الناجحه اللي كانت موجوده في انتاجات رمضان للتلفزه. اي سامي هذا ما يقولش اللي المنتوج اللي قاعد يقدم للتوانسه لازم دراسه ما يشبهش للتوانسه، هذوما الخطاب على الباب والمسلسلات القدم كانهم هما يشبهوا للتوانسه اكثر من اللي قاعد. والله هنا الاراء يقول لك متجانسه، لانه زاد يقول لك المسلسلات اللي هي اليوم معناها يعني منتجه في السنوات هذه يقول لك هذوما المشاكل بتاع تونس. ساعات نشوفوا حاجات موجوده في المسلسلات ولكن ديما التوانسه يحنوا الى مسلسلات اخرى اللي هي ترجع بينا لاول الالفينات والتسعينات وغيره. ايه وشوف لي حال خاطروا فيها كالضحكه وكالذمار ديجا، حتى كي نعملوا دوره على الفيسبوك ويعني منصات التواصل الاجتماعي نلقاوها كالروح الخفيفه نتاع التونسي، حتى في قمه الازمه التونسي تلقاه فدليك ويخلق منها الضحكه ويخلق منها تفدليكة والذمار. وي ان شاء الله نلقاو في رمضان السنه حاجه تشبه شويه للتوانسه. تتفكر سامي وقت اللي حكينا على الحلقه الاولى من برنامج استوديو 9 على قناه التاسعه اللي قدمتها الفنانه سوسن معالج والضجه اللي صاحبه البرنامج والانتقادات للمحتوى وغيره؟ احنا كنا تسألنا هل باش تواصل سوسن معالج في تقديم البرنامج هذا، خاصة انها عرفت انتقادات متواصلة لنوعية البرامج هذه. جديد انه سوسن بالفعل المرة هذه غادرت بعد تقديم البرنامج. حلقة واحدة والبارح الاعلامي في اذاعة شمس افام سهيل الغداوي يتولى هو تقديم البرنامج. سهيل الغداوي قال انه البرنامج هذا ناجح على الاخر، يتبعوا فيه ملايين الناس على قناه التاسعه كنها حد قال لبيت النداء وجيت باش نضبط الامور خاطر فما برشا تسيب. اش معناها برشا تسيب؟ فيش ما نعرفش تسيب في وسط البرنامج في وسط ان شاء الله تك هاي بعد واي كل مره في ميديا ماغ وخاصه بعد الويكند نحكيو على تصريحات اثارت الجدل. اليوم باش نحكيو على تصريح للفنانه ياسمين عزيز اللي كانت ضيفه برنامج سامي الفكري الفهري على قناه ياسمين عزيز. ياسمين عزيز نتاع عازفه الكمان. ياسمين حكيت على الزواج والانجاب، نسمعوا شنو قالت. تالمو فما صغار ديجا في الدنيا، علاش انا باش نزيد نجيب
فهمت قداش فما عبد في البلانيت كثرنا برشا. ساعات نقول اي محلية الفاز شنو فهمتكش كيفاش تخمم شنو هو معناتها انت بتحبش بوبولاسيون في العالم برشا مي بالحق ولا لا هكا ولا لا ياسر فما عباد سيركيلاسيون في المرسى بربي ما تحكي لي فهمت على خاطر فما سيركيلاسيون في المرسى انت تحب تجيب صغار جوك نو مي بالحق نحكي لك على بوبولاسيون في العالم الكل برشا ولين دونك ساعات نقول علاش انا زيد باش نجيب باش نزيد نكثرها العالم معبي بالعبيد علاش باش نزيد انا نجيب صغار تصريح اثار برشا جدل بين المنتقد وبشده ورينا هجمه كبيره على ياسمين وبين قله قليله مدافعه خاصه في ظروف العيش الحاليه الحقيقه هي ماهيش مربوطه انا بالنسبه لي انا رايي الخاص ماهيش مربوطه بظروف العيش هذايا سي ان شوا وكل واحد حر في حياته يجيب صغار ما يجيبش صغار انا بالنسبه لي انا واحده من الناس نحب برشا الصغار وربي يرزق اللي ما عندوش هذايا ثم عبيد ما تحبش صغار سيريوزمون انا نعرف برشا عبيد يقول لك انا ما نحبش ربي صغار. وي كل واحد هو راي هو الله لا تحرمه من يقول كيفاش نعمة هي الحقيقة ومحليهم وربي فضلهم وانا نحترم العبيد الكل بكل اختلافاتها مهما كان تفكيرهم مهما كان تفكيرهم بيان سور. نتعديو الى مشاكل الاعلام وين تخلى العاملين في قناة كارتاج بلوس بالحق انا كل ما نقرا خبر هذا اضراب بازرة وفي جرته ما فماش شهري ما فماش بالحق قلبي وجاني على الصحفيين يقول انه نهار من نهار 2 فيفري 2023 دخلوا في اضراب حضوري عن العمل بسبب عدم خلاص مستحقاتهم المادية مدة 5 شهور سامي وطالب العاملين في البيان بخلاص اجورهم وتوضيح رؤية لديمومة القناة اللي تعيش دون ممثل قانوني عندها اكثر من عام وناشد العاملين في نقابة الصحفيين ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المادية من أجل رفع المظلمة المهنية وجاي زادة في البيان تأكيدهم أنهم باش يخوضوا كل أشكال الاحتجاج اللي يتيحها القانون من أجل رفع المظلمة المهنية مع إبقاء باب الحوار مفتوح. عبيد ماهيش خالصة 5 شهور عندهم الحق في كل أشكال النضال بالنسبة لي أنا سامي. وي وي ان شاء الله المؤسسات الاعلاميه اللي تعيش صعوبات كبيره ان شاء الله مره وحتى مؤسسه اعلاميه اليوم طبعًا. تعيش ازمه هكايا خاطر باش ينعكس على المنتوج باش ينعكس اكيد عبيد ماهيش خالصه ماهيش قاعده تعيش ماهيش نجم حتى توفر لقمه العيش ماهيش باش تعطي وماهيش باش تنتج وماهيش باش تكون قوه ابداع وقوه طرح. خطا لمذيع لبناني يثير الجدل المذيع اللبناني فادي شهوان يقوم بخطا مثير الجدل اثناء تقديمه لنشره الاخبار على قناه ام تي في قال وقت قراءه الاخبار عند ازمه الانترنت في لبنان نسمعوا شنو قال. خدمات التكنولوجيا لبنان يتساوى مع الدول الافريقيه في شبكه الانترنت الموز عون يبلغون المشتركين برفع التسعيره والمدير العام لاوجيرو يحذر تقرير انطوان سعد. تتخيلي نجم يغلط قال الموز عون بدلا من كلمة الموزعون وهوني تربطت بالطبيعة بميشيل عون الرئيس اللبناني. فادي شهوان بعد الضجة اللي صارت على الخطأ اللي صار يهبط تويت يعلق فيه باش يوصلك ايميل قبل النشرة من مدرسة ولدك انه قسط الفصل الثاني هو 28,700,000 عن كل ولد ويطلع بجوك يعني هذية كأنه ضريبة الغلطة انت تشوفها مقصودة ولا لا انت كي تسمع الموز عون عون اي باه تنجم تكون مقصوده حبيبي تتخيل انت مذيع حاجه يعني. غلطت ما نتصورش انا ما نتصورش كنت نظلم فيه الرش. شكرا لك فايزه كانت هذه ميديا ماغ الاخبار اللي ترجع كل مره على الميديا بطبيعه الحال وكما كل نهار الاثنين باش نمشيو لي فقرتنا ولكن فقرتنا متاع المارشي بوا مارشي مع أحلي مجلسي يلا بوا مارشي بوا مارشي أحلام صباح خير يا أحلام وينك يا أحلام صباح خير شو أحوالك تابا ولا يا حاسة هكا جريجمي توجع شوية ما لاباس خديت الدواء ان شاء الله الجاي. شو احوالك معناها انا نقولها ديما راهو يعني من غير تفاصيل. معناتها من غير ما نتشكى فهمتك. الخدمه راهي العرضي
العمل العربي عبادة. هكا يقول لك يقول لك سافا لازم تقول سافا معناها راهي تحكيش عربي عندك وما يلزمكش زادة تصف وتعطي صفات لناس هكاكا اش معناها العربي العربي والبريكي واي واحد معناها ما تقولش الصفات هكاكا ها مالك مش نقولوهم مش هكاكا انا قاعد نقول لك شو احوالك معناها اهلا صبا اي هاني قاعده نخدم ونتعداو الموضوع مرحبا بيك اي قاعده نخدم انا مريضه كمان مرحبا بيك دونك وين انت في انا مرشي اليوم نهار اثنين مرشي بوهل اللي دوبا على العدال كما تعرف انت تعرف انا اخذت انت محظوظه انت معناها هكا مشيت المرشي كاليستيل دقيقتين من داركم معناها مش محظوظه برشا حسب حسب الظروف هكا شي خليتها نمشي ولا تعرف رايي في الحكايه هذه يلا والله لا انت ما تعرفش الكواليس حاسلو احنا في احنا اليوم قلنا اليوم قلنا ما نجمو نطيب نقول لكم شويه الكواليس بتاع احلام احلام تجيها كهرباء من يا فام توصلها لمقر القناه تخدم النقاط الخارجيه اللي هو التكوين الاساسي والصحي والصحيح لاي صحفي يحب يتطور ويتقدم ويولي عبد يخدم في خدمه باهيه ثانيا انه الفقرات نتاع احلام تدوم بضع دقائق ثالثا احلام تقوم في عمل معناها باهي وتحاول انها تطور من نفسها وذا خليها تطمح لحاجات خير ماكش محظوظه محظوظه طبعا مش هذا الكوليس الكوليس اللي هما الكوليس مرة دنيا فيها الغورة محلولة في المرشي ولا كيفاش الحيوية والحركية الخضرة الخضرة ما فهمناش الخضرة ما نهار اثنين اليوم اي اي الخضرة ما فهمناش هذيك علاش قلنا ننصحكم تطيبوا هكا محمصة كان عندكم شوية قديد احنا ما عندناش قديد في الدار ترجع بينا للزمني الزمني المحمصة بالقديد هو نستحقها حمصة ترى عمامو تشري بحمصة من هذول ما تحتاجش بيدجي كبير بتتر من حتى يضربوا بها الأمثال سواء في تقاليدنا التونسية وال ومعناها ولغتنا الدارجة يقول لك فلان والله عايش على المحمصة يعني اللي هو حاجة هي مكلفة يعني طبق بالرغم انه بنين والناس تحبه ولكنه مش مكلف ولا هي حاجة باهية في الايام هذوما باه دونك تشري محمصة والقديد يبدا نورمالمون عندك مخبي في الدار ونتصورك انت عاملة قديد في الدار والله ان شاء الله ولي اتمنى نخليكم تتمنوا اللي انا عندي قديم يا الدنيا فارغه شو مازالوا ما حلوش ها ليه ما قلنا هاكا شويه 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 واليوم سوق اليوم سوق راد دونك ما كتبتنيش تمشي للسوق احنا مش بعيد علينا راد دونك يمشيوا للسوق وكل اما موجود الفلفل والطماطم و ليه موجود كل شيء جوست اما ريت الخضره هذيك اللي قدامك الناس اللي تشوف اف ام تي في احلام ريت الخضرة ذيك اللي هي مشار. اللي بحضة طماطم شو اسمها ذيك؟ هذه البروكلو هاي. نوع من انواع البروكلو دونك يعني نلقاو الكيلو اي الكيلو نتاعو 4600 الاخضر هذاك اي الاخضر 4600 الكيلو دونك في المحمصة بكاش تولي حمصة آسيوية باهي البروكولي هذا الفلفل والطماطم والبطاطا كل شيء حافظوا على نفس الأسوام تتلف الثانية اي نفس الأسوام قيس الفلفل الحلو تتلف الثانية تنجموا تحطوا فيها قرنين فلفل أما أنا خير أنكم تحطوا فيها الفلفل الأحمر الشايح لكن الناس تسمع فينا تعرفوا هذيك اللي يجي كالشريطه عرفتوا سامي وليد الشريطه هكا الدار هكا اللي تحط حاجه حاجه بنينه على الاخر سيرتو كي تحطوه في المحمصه نتاعنا يعني دونك تقصد في البنزينه معناها شايح؟ لا لا الفلفل الاحمر الشايح فما فلفل احمر شايح عند ياسر ياسر بنين وياسر يبنن الماكله انا نسيو جوج نكملوا نحطوا له الهريسه العربي تبدا فيه الثوم ولا التويبل وكل المحمصه نتاعنا ما تسحقش برشا حاجات دونك قلنا نجم نحطوا فيها قرنين بالقديد بربي الدجاج بحذاك بقداش هذاك
صباح الخير، لاباس الحمد لله. قداش كيلو دجاج بالنسبه اليوم؟ 8800 الكيلو ولا الدجاج؟ هذه السيده اللي قلت لها المره اللي فاتت اللي تخدم هي ورجلها محنوط. يا صح، تخدم محنوط ورجلها موش هنا، رجلها موش هنا. يسلموا عليك في الاستديو. والمره اللي فاتت قال لك انا وياها نخدم وهي تعاونني ساعات، فالعكس يظل. لا هي تخدم هو يعاونها. ديجا هكا عسل. تحيه لها اوتوكا، تحيه لها. ديجا عسل انا نخدم وهو يعاون فيا. وينو توا؟ قول له وينو، في القهوه؟ توا راجل. نورمالمون في الكافيه. نورمالمون الله اعلم. في الميكانيسيان هاي باهي مش مشكل. الله اعلم. به كمل كمل يا احلام. دونك كان تحب ايش مازال عندنا؟ هو قلنا المحمصه تستحق كيلو محمصه ولا هذا هو دونك شويه قديد شويه محمصه. فما شكون يبيع محمصه غادي؟ لا لا ما فماش. لا لا ما فماش. يعني عندك في الدار محمصه بالكويت؟ اي محمصه بالكويت والا تمشي محمصه. هاي أحلام ونتندون تمشي تعمل النقطة الثانية في التدخلات متاعك على طول النهار على إيفا. من حييوك من سوق من مارشي بومهل مارشيراتس عفوا. دونك نحييوك أحلام وغدوة بومهل بومهل خلطتني وغدوة إن شاء الله شتلقاو ديما في البوا مارشي مع أحلام. فاصل ونرجع لكم. مثل الجمعة من 10 إلى 11 ونص إيفان صباح النور مع سامي بن نور على إيفان أحلى غاديو. العشرة وستة واربعين دقيقة في الدوزيام ماتشينال على إيفان حتى لل 11 ونص معاكم. بطبيعة الحال الناس الخير هي لغبغيك متاعنا اللي معناها نحاولوا أنه نمشيوا للناس هكا صدفة ونحكيوا معهم شوية. توينسا اللي نلقاوهم بارتو في تونس، دونك خضرة حرب تلوج و تخرج كل مرة مع ضيف في الميكرو هذايا اللي تمشي للشارع في ضواحي العاصمة، تدخل ساعات لمقرات العمل وتخرج لنا بضيف جديد. مرحبا خضرة. صباح الخير سامي، صباح النور للناس اللي يسمعوا فينا الكل. احنا يا سامي في مدينة الزهور طلع احنا وين؟ في اريانا. صحيح في اريانا. كما عادة بعد سنة في الكيب في ريانا بشيشي ودخلت باش نعمل قهوة. ياخي نلقى راجل على محليه مع ضحكته في وجهه ومحبوب من جماعة ريانا الكل. معانا ماهر، ماهر صنع قهوتي في قهوة معروفة ويحبوها برشا في ريانا. مرحبا بي. تكتشف وحدك سي ماهر. هاو معك. شكرا خضرة. مرحبا سي ماهر. سلام. مرحبا بيك، شو احوالك؟ تسمع بالقدا؟ تسمع فينا؟ مرحبا سي ماهر. نسمع دخاني ماهر. وي صباح الخير. صباح الخير يا سيدي. يا سيدي مرحبا. وقت بديت الخدمة اليوم؟ وقتاش بديت؟ اي 5 غير ربع. الخمسة غير ربع، وتكمل وقتاش؟ حتى الماضي ساعة ونص. حتى الماضي ساعة ونص. سي ماهر قداش عندك تخدم في البقعة هذه وقداش عندك خبرة كقهواجي؟ بريسك بون 3 ans 4 سنين هكا. وخبرتك في الميدان هذا كقهواجي؟ ماهيش خدمتي، ماهيش ميدان. ماكش قهواجي في الأصل. خدمتي أنا محور صيدلي. من سقطت على الساحي ما عادش نجم حتى أي فارماسي ولا يراوني يعايروا بيا بكوني أنا ساقي مريضة. ما نجمش نسرب الدواءات حتي في وليت قعدت خرب تعميل بطال حتى وين هنا جيت بدلت يعني. اما اصلي محضر صيدلي، بطاقة تعريفي محضر صيدلي، عطوني بطاقة نستنى في الوسائل نتاعي يرزوها لي. قداش عمرك اليوم سي ماهر؟ يلزم الكوميسيون يرزتني على كونه فهمتي ولا لازم يكون عندي سقوط 66% وطبيب عطاني 49% سقوط. عندي 3 سنين وانا نجري والشاي وليت تسلم. دونك وليت تخدم في القهوة هون. الدولة عاونتني للشاي ما عطتني كان كارنيه مشان إعاقة. حتى كارنيه الأبيض اللي نجري عليه توا بتاع المنحة العائلية روفيزي. هاي قلت لهم في الأمان. هاي وليت تخدم على روحك وحدك. لازم نكون الحمد لله. ديما نقول الحمد لله. شايفين ومحبوب برشا. إيه الحمد لله ديما نفهر ديما شيخ يحبوني. سامي قال قداش عمرك شمال؟ هو 57.
عندك متزوج عندك اولاد سي ماهر؟ عندي زوج بنات، بنتي توا بعثت بالمقاش خدمه هنا ولات تصلي في تركيا، انا توا نخدم في الجزائر الكل في تركيا. عندك ان شاء الله لاباس، ان شاء الله سلامات ان شاء الله. ماتي كانت بروف خرجت مسكنا ديبرسيون خرجت قعدت في الدار. باهي ال ال القهاوي معناها اليوم انه كمهنه محتاجه انه العبد يقف برشا خدمه وبرشا معناها وقفه. عندي وبن برك نسمع بها انا مريض. باهي عاود له سؤال يا خضره، الخدمه متعبه نتاعو اليوم؟ القهوي مهنه متعبه ولا مع العبيد مع الكيونات ننسى تعب. الحمد لله ننسى تعب، ما بيا فما خدمة كبيرة بيا كل شيء، باش ننسى كل شيء ننسى. فهمتي ولا الحمد لله مع الحبيبات اللي هنا كل شيء، في ناس يعرفوني ويحبوني وكذا وأنا بحبوها معاهم، ديما نحكيو على الكورة وديما كل، ننسى كل شيء. يحبوك برشا هم يا ديالي. تغرموا بيا وتغرموا بيهم. ديجا هذي أرينا هما اللي سلوني على ماهر، قالوا تمشي الماهر وراجل محبوح وبغروم بالكورة. ورغم المصاعب اللي تعدى بها بقي الضحكه في فمه وبقي معناتها عامل جو. اي الحمد لله الحمد لله. كلمه عندك سين. سي ماهر. سي ماهر. نسمع فيك. باهي اليوم في ناس الخير عندنا جائزه من هدايا فام قيمتها 100 دينار اذا كان جاوبنا صحيح على السؤال. شنو السؤال؟ السؤال هو كان بريباراتور في الفارماسي. دونك سؤال عنده علاقه بالفارماسي تتعود لك خضره. علاش الصيدلي ما لازموش يعطي لي زونتيبيوتيك للمريض من غير وصفه طبيه؟ علاش؟ علاش الفارماسيان ما لازموش يعطي وصفه طبيه اللي هي اونتيبيوتيك؟ علاش يعطي ما ينجمش يعطيك لي زونتيبيوتيك من غير وصفه طبيه؟ اول حاجه ما ينجمش يعطي فهمتي ولا على خاطر يخاف من البريكوسيون اللي كنت الايرجي مالات فهمتي ولا هو الرجي فهمتي ولا البينيسيلين. اي واحده منهم وي. عامة كلهم فيهم بينيسيلين. في ثلاثه كل شيء الفكي فهمتي ولا فما دي زونتيبيوتيك اباز امينو جديد سي نقام قديمه ديجا هي فهمتي ولا عاوك علاش ما يعطيش يخاف يخاف لي زونتيبيوتيك بصفه عامه انا بيدي نخدم ما نعطيش انا بوصفه طبيه يعطيك الساعه. اي بعضهم لازم يتعطى بوصفه طبيه ولي يخكحك ولي فهمت كيفاش ما تعرفش يبدا الرجيع او بينيسيلين. وي واضح. هاي سي ماهر اجابته واضحه ومقنعه يا خضره. دونك مبروك ليك ال 100 دينار سي ماهر. صحه يا ماهر. مبروك 100 دينار من هدايا اي اف ام. مبروك عليك يا ماهر ال 100 دينار من هدايا اي اف ام. وان شاء الله ربي معاك وان شاء الله ربي يجيب لكم القسم محلاها اريانا ومحلى نيسا. يعطيك صحة خضره. شكرا ليك انت هذه خضره حر. القهوه يا فضل ماهر. شكرا ليك خضره حرب. هذه في اريانا وبتبيع كانت مع سي ماهر اللي ربح معانا 100 دينار من هدايا اي اف ام. في ناس الخير احنا نعرضوكم بالصدفه في الشارع في مقر العمل وين انتم تجيكم خضره حرب وبطبيعه الحال تربحكم 100 دينار على الاجابه للسؤال نتاعنا في كل مره في ناس الخير. صباح خير اريج. صباح خير سامي. مرحبا بكيف مستمعي اذاعه اي اف ام. دونك ترجع لنا اريج بعد الكونجي سافار تحت. وي تري بيان شخص تعمل جو تحت. يلا اريج حمروني في مد الدنيا. الدنيا اليوم جينا صور من فرنسا. حكيت مريم جليتي اللي هي اول تونسيه تعمل مشروع بيسك هي ما تحبش تبعد على صغارها وحابه تخدم الدار باش تكون موجوده معاهم. هي تعمل تصميم حاجات بيرسوناليزي للهدايا والشوكولاته والمناسبات الخاصه في فرنسا. نتفرجوا في الروبورتاج هذا. انا اول تنسيه في
فرنسا نعمل بابيتري بيرسوناليزي. البابيتري بيرسوناليزي هو شنو؟ انا نعمل لومبلاج لاي حاجه تجي في بالك، كيما لي بونيتيلا، لي شيبس، لي شوكولا، كل شيء يجي في بالك نعمله انا البابيتري بيرسوناليزي نتاعو. نعمل اكثريه لي زانيفرسير، لي مارياج، لي باتيم، كل شيء كل شيء كل شيء تو تيب ديفينمون انا نعمل له لومبلاج نتاعو ونعمل له البيرسوناليزاسيون نتاعو. كيفاش جاتني الفكره هذه؟ جاتني الفكره هذه في الولاده نتاع بنتي، حبيت نعمل لها حاجه بيرسوناليزي كيما دراجي كيما حاجه، ما لقيتش، لوشت ما لقيتش حاجه عجبتني. دوكو انا عملت لها انا حاجه من عندي بالفكره اللي نحب عليها انا، وعجبت لي زانفيتي الكل، وقالوا لي علاش ليه ما تعملناش في لي زيفينمون نتاعهم حاجه هكا. بديت عملت شوكولا بيرسوناليزي وجات مزيانه، وقلت علاش لازم نلونس با في الحكايه هذه ونولي نعمل انا دي كوموند للعباد كيما هكا. اي فوالا بديت المشروع نتاعي صافي انا نتوا، وانا نعمل في لومبلاج والبيرسوناليزاسيون نتاع الحاجات هذو. الحمد لله يا ربي ما واجهتني حتى صعوبات في الدومين اللي انا فيه، بالعكس خاطر نخدم في خدمه نحبها، عطيتها من وقتي وروحي وكل شيء. حتى كان واجهتني صعوبات ما حسيتهمش، بالعكس خاطرني بالحق نخدم في حاجه نحبها ومرتاحه فيها على الاخر. اي سورتو لي انا في الدار مع صغاري، وقت اللي نتلهي بصغاري ونتلهي بداري، نتلهي بصغاري وداري، وقت اللي انا نتلهي بالخدمه نتلهي بالخدمه. وي دونك كنت هذه حكيت مريم اللي انطلقت في المشروع نتاعها من بوزوان هي استحقوا. برشا ناس هكا بالضبط، برشا ناس ينطلقوا من حاجه معناها صغيره بالضبط، وتجيهم الفكره ويبدعوا فيها كيما مريم اللي هي ضربت عصفورين بحجر، اللي هي ديما ما تحبش تكون بعيده على صغارها. دونك عملت لاتولي نتاعها من الدار نتاعها وربحت المشروع غاديكا، وكانت اول تونسيه تعمل حاجات بيرسوناليزي غاديكا، وزيد قعدت بحذا صغارها وتعمل في الغرام اللي هي مغرومه به، واكتشفته بالصدفه خاطر ماهيش صنعت علمتها وحدها انطلقت في المشروع هذا. اي وشفنا انه الحاجات هذوما يعني خاصه في تونس يا كلكو زاني الناس ولاو مغرومين. قبل كان معناها في مناسبه انه ولاده وحاجه يعملوا حاجه سامبل، معناها تو ولات يحبوا يعملوا ان تيم بيرسوناليزي بالاسم والالوان وغيره، وعلى حسب الاختيار الشخص هو اللي يحب يختار لي ديتاي الكل باش يحس اللي هي حاجه خاصه به وتعني له برشا في المناسبات الخاصه، خاصه الولاده كيما مريم اللي انطلقت منها في ولاده بنتها معناها. اي ودوكا التوانسة اللي هم موجودين يبداو في عديد المدن الاوروبيه ينجموا يلقاو في الانتوراج في الاصحاب في الجيران الحرفاء نتاعهم يبداو من غادي. بالضبط هذيك فاش انطلقت هي الفكره من لي زانفيتي، هما اللي قالوا لها علاش ما توليش تعملنا حتى نحنا كي هي عملت البنت في الولاده نتاعها. انت مشروع كيما هكايا معناها شنو افاق حاجه كيما هكايا؟ تعرف انه في فرنسا معناها حاجه معناها بيرسي حاجه صعيبه لمحاله ممكنه، ولكن هل يقعد مشروع كيما هكا؟ هل انه فما افاق انه يكبر يولي مؤسسه؟ هو المفاجئ اللي مريم قالت ما واجهت حتى صعوبات، اوغزمون اللي هي ما واجهت حتى صعوبات، وما نتصورش نتصور الطموح كيما جاي المشروع بالصدفه، طموح يمشي ويكبر في انها تكبر، خاطر اي حاجه باش تكون ليميتي ماكش باش نجم تفتح فيها ياسر. دونك نتصور انه يكبر المشروع اكثر حتى من انه نطاق فرنسا تولي هي حتى نجم تبعث لبرشا بلدان اخرين، ولا حتى من فرنسا تنجم تبعث لتونس العباد اللي يحبوا. ان توكا التصوير صار في باريس صورت وحدها بالضبط. مريم هي اللي بعثت لنا الماتير، وكيف كيف نشكر توا شريكتي في الروبريك هذه اللي هي تصور وتمنتي وميمه مليح يعطيها الصح. ان توكا شكرا لكم على الروبورتاج هذايا. بتبيع كل مره فما حكايه من الدنيا تحضرها اريج، عندك حكايه اخرين؟ عندي حكايه اخرين الحقيقه، قاعده نحاول جو كونتاكت دي زامي قراو معايا موجودين توا في فلسطين، دونك ماذا بيا تجينا ماتير من فلسطين من الدنيا كان فما حاجه قلت ربي باش يبعثونا الايامات الجايه، سينو بور لو مومون نقعدوا في تونس والحكايات من الدنيا اللي موجوده في تونس. الحكايه من الدنيا اللي هي كل مره باش نحاولوا انه نسلطوا الضوء وانه نقربوا شويه من الناس اللي هي تحاول انها تعمل حاجه معناها سواء في خدمتها وفي غرامها من خلال تصورها الحاجات، من خلال انها تامن بروحها وحتى كي تكون فما مشاكل عديد المشاكل تتجاوزها باش انه تلقى طريقه النجاح، وذاك الاهم في حكايات كيما هكا. صباح الخير جيهان، باش تقدم لنا الميتيو وبعد شويه الاخبار واخبار الرياضه، نرجع لكم احنا بعد شويه ل 11 درجه تقريبا 5 6 7 دقائق انت والماده الاخباريه، ما تبعدوش راجعين في صباح النور.